السلام عليكم. هل دخلت حتى القوانين المجتمعية دائرة المساومات السياسية؟ وما حقيقة وضع قانون الأحوال الشخصية على كفة مقابل العفو العام على الكفة الأخرى؟ كيف سيتحقق التوازن في ظل اختلاف جوهر القانونين؟ أم أن المواد به بتوازن السياسي ليس أكثر؟ بعض المصادر تتحدث عن أنه بعض النواب السنة أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات بشأن قوانين أخرى مقابل الأحوال الشخصية فقط، فهل يعكس هذه الرغبة في تحقيق مكاسب لتعزيز موقفهم داخل البرلمان ولدى جمهورهم؟ وماذا عن النواب الشيعة الذين يرفضون تعديلات القانون بالمبدأ على اعتبار أنه ممكن أن يشمل إرهابيين مسؤولين عن إسالة الكثير من الدماء؟ هل سيستسلمون للصفقات السياسية ويمررون القانون؟ ورغم هذا الحديث واللغط، لأنه القانونين يراوحان مكانهما في مركز عاصفة الخلافات، القراءة الأولى لا تعني المضي نحو الإقرار، والسؤال اللي دائما يطرح هو إلى أين وصل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل؟ رحب بكم في حلقة اليوم من حديث العراق، ورحب بضيوفي الأستاذ حسين العقابي النائب السابق والقيادي في النهج الوطني، ومن كركوك الأستاذ عزام الحمداني النائب السابق وعضو تحالف العزم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ حسين. حياكم الله. الله قبل لا نبدأ بالتفاصيل القوانين والمساومات السياسية عليها، خلي أروح على آخر مستجد يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية وين صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وضيفك الكريم متابعي الفضائية الكرام. أبتدأ من حيث انتهيت أنت وقلت المثير للجدل. لا، وليس مثيرا للجدل على الإطلاق، وإنما إحنا مع الأسف الشديد بعض الأصوات اللي جاي نسمعها أصوات غير موضوعية وغير بناءة وغير منصفة تماما، وهي أصوات قليلة، لكنه بعد الفضاء الإعلامي حينما يستضيف طرفين، فكانما يظهر القضية أبعادها طرفين فقط، كانما يعني متوازنة، كانما متوازنة يعني كشخصين يعني بالضبط. لا بالعكس، شفنا حتى التظاهرات التي أخرجت ما يتجاوز 100 شخص يعني عدد المتظاهرين. قصدك المعترضين ما عندهم جمهور بالواقع، مطلب شعبي ومطلب نخبوي ومطلب علمائي ومطلب إسلامي لكل الطوائف الإسلامية منذ ما يقارب أكثر من 64 سنة، مو اليوم يعني زين. منذ عام 1959 نحن كمسلمين في العراق بكل أطيافنا، الشيعة والسنة، هي قضية ما مرتبطة بالشيعة، مع شديد للأسف البعض يصورها يعني ارتباطها بالشيعة، وهي على الإطلاق ما مرتبطة بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مرتبطة بالشريعة الإسلامية ومرتبطة بالمسلمين في العراق. بس المكون السني كسياسيين ولا لا المكون الكردي ولا المكون السني يطالبون بهذا القانون ولا لهم علاقة به، خلوه مقابل العفو العام. لا، هذه المقاربة ليست صحيحة. لم أسمع ذلك على الإطلاق، ومن خلال متابعتي لم يوضع القانونين بكفة واحدة أو في حالة مساومة بين على الإطلاق، هذا الشيء غير موجود، يعني فيه نفي قاطع يعني على الإطلاق، وإنما هو يعني ما حد قال إنه نمر هذا قبال هو مثل ما هو للشيعة هو للسنة، يعني هي قضية ترتبط بعقائد الناس ودينهم وهويتهم الثقافية وهويتهم الاجتماعية وهويتهم الإسلامية والدينية، ونحن نتحدث اليوم عن قانون إلى علاقة بالشخص بالفرد. ما إلى علاقة يعني بيمثل المنظومة المجتمعية، مثل ما نقول اليوم عندنا قانون مثل للجمارك، قانون للضرائب، قانون الموازنة العامة، قانون للتنمية، قانون اقتصادي، قانون مالي، قانون إداري، هذه قوانين ذات صبغة عامة زين. وإنما إحنا أمام قانون يعني يمثل خصوصية الفرد أو الشخص بذاته،
وتمثل فيه جنبة عقائدية، جنبة دينية اليوم بإجماع المسلمين بشيعتهم وسنتهم، وأنا أتحدث بوثاق مش شيء جايبة من جيبي يعني. هسه الشيعة واضحة المسألة، لأن المراجع العليا في النجف الأشرف كل وثائقهم وكل أدبياتهم وكل رسائلهم العملية وكل بياناتهم منذ عام 59 إلى اليوم رافضة ومنددة في بالقانون رقم 188 لسنة 59. هو مخالف للشريعة الإسلامية بشكل صارخ وواضح. ومن قلت لك انه هو يمثل الطائفتين، ايضا لدينا مخاطبات رسميه موجوده في اللجنه القانونيه. تمام، هسه هو وين القانون؟ خاطبنا حسين، هسه وين القانون؟ الان قرئ قراءه، لننتظر القراءه الثانيه في هذا الاسبوع. ثم يعني هسه ماضين بالإجراء، ثم نشرع بالتصويت عليه لا اكثر ولا اقل. صار عليه تعديلات؟ لا، ليست هناك تعديلات، لان هو مجازا ان صح التعبير. يعني هسه من وجهه نظر قانونيه هو تعديل. تمام. لكنه هو مجازا تعديل. لانه هو قانون رقم 108. انا ليش قلت لك انه المعترضين مع الاسف الشديد غير بنائي، يعني اعتراضهم غير بناء وغير موضوعي، وحقيقه يثير في النفس حواجس كثيره، انه هذه الطبقه اذا لو تولت السلطه وتحكم ايش راح تسوي بينا؟ ما اعرف يعني، لانه اليوم ايش راح تسوي؟ ايش راح تسوي يا عزيزي؟ احنا يعني هذا الاخوه صراحه، العلمانيين واليساريين واللي يقولون انه احنا مدنيين، يعني عمليه استبداد وقهر لا نظير له يعني، في مسألة عجيبة يعني. يعني احنا اليوم نتحدث، احنا بيقولون علينا اسلاميين، واحنا يوصفنا بوصفونا باوصاف مع شديد الاسف، بعد بعضهم ظهر معي في احدى الفضائيات يقول لي انتم دواعش. إلي يعني يقول لي انتم دواعش. عجيب. انا اتحدث عن احوال شخصيه، قضيه تتعلق بي انا الفرد، بزواجي ولا سمح الله طلاقي، وبميراث افراد اسرتي، وقضايا شخصيه ما لها علاقه بالجنبه العامه للمجتمع، وانا مسلم. طيب اذا انا المسلم ما اطبق شريعتي في احوالي الشخصيه، ليش اسمح للاخرين؟ اليوم هم من اقول لك انه غير موضوعي غير بناء. احنا قانون 188 باقي على حاله، حتى لا اضيع الشاهد مالتي. طبعاً. شاهدي انه هو تعديل مجازا، يعني احنا نوصفه بالتعديل لقانون 188 بالتعبير مجازا مو واقعا، لانه قانون 188 يبقى على حاله. فاذا اليوم المنادين بتعديل قانون الاحوال الشخصيه هم اكثر مدنيه واكثر ديمقراطيه واكثر احتراما للراي والراي الاخر، لانه احنا راح نبقي شريعتهم على حطتها. قانون 188 يريد طبقه ويريد يتحاكم الى على راحته، واللي يريد يرجع للشريعه الاسلاميه راح نسوي لهم قانون ثاني. فلذلك هو تعديل اخذت بنظر الاعتبار هذه الاعتراضات اللي تحدثت عن تفاصيل هي خارج المسوده اساسا. هو سؤال ما يخالف. أنا السؤال، أنت تحت نفترض هسه أنت يعني العمر مثلاً على سبيل المثال، أنت نفترض أنت الآن، أنا هسه راح أفترض فرضية إنه جنابك الكريم وأنت أخ كريم إنه أنت المعترض. طيب أنا هسه جاوبك أقول لك أنت ليش معترض؟ قانونك أنت تريد قانون 180 باقي على حطته، روح على قانونك، روح على قانونك، شو لك دخل بيه؟ ليش يعني مالتك تريد تبقى نفسها؟ زين وتعترض على مالتي؟ هذه قسمة غير عادلة، قسمة ظالمة. أنا أريد قانون إلي، أنا المسلم أريد لي قانون إلي، اللي ما عاجبه قانوني اللي راح شرعه لا يحتكم إليه. لا هو حتى الإثارات اللي صدرت خلال هذه الفترة هي إثارات أصلا ما موجودة بالقانون، مثلا تفاصيل عن لا على فرض عن العمر وعلى كذا وعلى جريئين. هنكون جريئين. لا 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 هنكون جريئين ونتكلم بوضوح وشفافية. إحنا القانون تعرض إلى عملية تضليل، عملية تدليس لا نظير لها، وآخرها آخر ما سمعته تغريدة السفيرة الأمريكية. كانت يعني على مستوى من الانحطاط لا نظير له. لا نظير له سفيرة الأمريكية. المشكلة أنا اسمح لي، وين الانحطاط التغريدة؟ هسه راح أجاوبك. أنا راح أجاوبك. أنا من الناس اللي يقرون واللي يتابعون واللي يحققون، يعني مو أسمح السوالف وتعبر علي. في الولايات المتحدة الأمريكية، في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 ولاية تجيز الزواج من سن 12 ل 14. في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحترض علينا. واضحة الفكرة عندك لو لا؟ في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 ولاية قوانينها تجيز الزواج من سن 12 إلى 14. الزواج أما الإباحية والجنسية واضحة، ما غير شكلة. أما في أوروبا، أما في أوروبا فكل أوروبا الغربية تقريبا كل أوروبا الغربية تجيز العلاقات الجنسية وتعتبرها مشروعة من سن 11 إلى سن 16.
والسفيرة الأمريكية معترضة؟ واضحة كل أوروبا الغربية، وأعني ما أقوله، خلي اللي حريد حاججني خلي حاججني. تمام. في فرنسا النص القانوني يجيز من 13، لكنه القضاء إذا رأى أنه كانت بتوافق الطرفين، بتوافق الطرفين، القضاء الفرنسي اللي نعتبر فرنسا أم الليبرالية وأم المدنية وأم الحريات والحقوق، إذا كان ممارسة الجنس بين طرفين بأعمار 11 و12 سنة وما بي خديش وك يعني ما يظهر انه على اغتصاب انه ما برضى، ما عندهم مشكله به قانونا. زين يعني القانون اللي يدعمه السفيره الامريكيه ايش تستشف من وراه؟ لا لا ايجاد فتنه، فتنه تريد ايجاد فتنه في المجتمع. لا 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 هذه عمليه، انا جاي اقول لك عمليه تضليل، خلقوا مشكله من العدم، خلقوا مشكله من العدم. اليوم انا اسمع أضرب لك، أنا أضرب أمثلة حتى الناس هم تفهم المطلب جيدا. اليوم البعض يتحدث يقول لك راح تصير عقود خارج القضاء. هو ماكو عقود خارج القضاء، لكن لنفترض فرض معين، لنفترض أنه راح تصير عقود خارج القضاء، راح يرجعون للقضاء يصدقونه لما يرجعون؟ طبعا هو راح يرجعون. هسه هو من العقود خارج الآن شوف موليش قلك عملية تضليل. الآن الغالبية العظمى من العراقيين يتزوجون ورجعون خارج يلا يرحون. يلا يرحون. هم يوم من الأيام سمعت في العراق، اللي إحنا العراق بلد واضح وحاضرة ودولة ومؤسسات منذ مئات السنين، هل سمعت يوم في الأيام عدنا وإحنا عدنا الكل يعلم بذلك العقد خارج المحاكم موجود وبنسبة كبيرة جدا؟ طبعاً. بنسبة كبيرة جدا. هم سمعنا اليوم أكو دعوة لإثبات زوجية بالمحاكم، وإحنا بلد سكانه 45 مليون، مو خليجي أبو نص مليون ومئتين ألف لا لا نص 45 مليون. هم سمعنا يوم من الأيام أكو دعوة لإثبات زوجية، أكو دعوة لإثبات بنوة أبناء أو أطفال؟ ما عدنا هيك شيء. احنا بلد ومجتمع فيه التزامات تمام. كبيره أنا جدا أرجع فيما لك يخص قضايا الزواج ناس تمام. عرب وعشائر ومسلمين، وهاي الامور ماشيه عندنا منذ سنين طبيعي بشكل طبيعي. فلماذا هذا التهويل والتضليل والافتراء والكذب مع الاسف ليش الشديد؟ ليش انا اسالك حتى اروح ليش لي انه انا اقول لك اكو اطراف اكو جهل. انا شفت البعض المعترضين مع الاسف ما قاري يعني ما يقرأ، ولو يقرأ هذا أول واحد جاهل، أكو جهل إيه؟ أكو ناس لا هي شغلتها هاي، أنا علماني فأي شيء يجي منك حتى لو حق أعترض عليه، وأكو ناس شغلتها تشتغل ظاهر تشتغل سفارات ومنظمات عايشة على السالفة هاي، عايشة عيشتها على هذه السالفة طبعا. أكثر ساز عزام أكثر. ساز عزام الحمداني يعني. والنقطة الرابعة أكو ناس عندها حساسية من أي سالفة بها دين تمام، عندها مشكلة بالشريعة الإسلامية. زين سيد عزام الحمداني، أنا قلت إنه حضرتك نائب سابق أعتذر، عضو تحالف العزم سيد عزام حياك الله أهلا وسهلا بك. أنا ما واضحة عندي بصراحة وجهة نظر الكتل السياسية السنية بخصوص قانون الأحوال الشخصية، عندك فد تصور عنها؟ بالبدء تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة وشكر موصول لضيفك العزيز. يعني لا شك القرار السياسي السني هو اليوم مشغول تحديدا بموضوع رئاسة البرلمان، وفيما يتعلق بمسألة قانون الأحوال الشخصية كقرار سياسي سني في اعتقادي أنه ليس له علاقة بقدر ما أن هذا الموضوع يتعلق بالفقه السني، على اعتبار أن لا يمكن اليوم القرار السياسي السني أن يتخذ أي قرار ما لم يرجع إلى الإرادة الدينية أو المؤسسة الدينية التي يجب أن يكون لها رأي في موضوع كيفية وضع ملامح قانون الأحوال الشخصية وإجراء تعديلات. إضافة إلى ذلك أيضا يمتثلون إلى إرادة المكون السني، على اعتبار أن القرار السياسي هو بعيد جدا عن مسألة أن يكون هناك تعديل بمعزل عن رأي المرجعية الدينية الخاصة بالمكون السني. إضافة إلى ذلك الرأي العام السني الذي هو يحدد ماذا يجب أن يكون ومن تعديلات، وبالتالي أعتقد هذا الموضوع هو موضوع ديني أكثر ما هو موضوع سياسي، وبالتالي لحاجة إلى خبراء دينيين يتولون مسألة جراء تلك التعديلات. أما إدخال موضوع تعديلات قانون الأحوال الشخصية وإدخاله بصفقة سياسية تتعلق بمواضيع أخرى لربما قد تكون على حساب فكرية وسلوكية وأدبيات المكون السني، على اعتبار مثل ما أسلفت هناك رأي عام سني تولى تلك المواضيع بعيد عن أي قرار سياسي سني، وبالتالي نعول على الكتل السياسية السنية، ولحد هذه اللحظة هي أيضا هي بعيدة عن هذا القرار ما لم يكن هناك تدخل من قبل المرجعية السنية على اعتبار هي المعنية بإجراء تلك التعديلات. يعني المرجعية السنية منو تقصد؟ يعني عندنا مثلا دار الإفتاء، عندنا
المجمع العلمي، عندنا تفاصيل أخرى ما أعرف منهم يعني، حتى يمكن هم بيناتهم اختلاف على الموضوع. يعني مثل ما أسفت هناك جدلية، الكل يعرف اليوم البيت الديني في عموم البيوتات الدينية إن كانت السنية أو الشيعية هي لا تستند إلى قرار واحد. هناك أكيد. الكل يعرف بأن البيت السني فيه أكثر من طريقة دينية، هناك الفقه الشافعي والحنبلي وطرق أخرى إضافة ذلك البيت الشيعي. بالتالي اليوم الجدلية حاضرة في جميع البيوتات وفي جميع الأخرى، لكن في كل الأحوال نعتقد ونجزم بأن قد يكون هناك قرار ديني موحد مثل ما تفضلت من المجمع العلمي ودار الإبتاء. تمام. بس الموضوع أيضا برأي سياسي أستاذ عزام، الموضوع برأي سياسي خصوصا وأن السفيرة الأمريكية يعني اليوم تتحدث بطريقة مختلفة وضجة إعلامية كبيرة، فقط كأنما صور هذا القانون على أنه قانون هو فقط يخص المذهب الجعفري، بينما المذاهب الأخرى ما معنية بهذا الموضوع، كأنما هي ما معنية. يعني هذا موضوع آخر، تدخل السفيرة الأمريكية ونابع من تدخل سياسي، وبالتالي اليوم السفيرة الأمريكية بما هي متواجدة في بغداد وتلتقي بجميع القرارات السياسية ولربما حتى القرارات الدينية. السفيرة الأمريكية تمتثل إرادة الرأي العام العراقي، لا ينسى أن هناك تيار مدني علماني، وبالتالي السفيرة الأمريكية تجد وتعمل على استثمار تلك البيئة الآمنة حتى يكون لها رأي سياسي. البعض يفسر أن هذا التدخل هو تدخل سياسي، فعلا هو تدخل سياسي، ولكن علينا نتفق بأن الحرية المدنية في العراق هي أصبحت حرية عالمية، وأن العراق اليوم هو بلد ديمقراطي، وبالتالي متاح. هذا مبرر للسفيرة أن تتدخل حتى في عقائدنا؟ يعني لا شك هذا الأمر مرفوض على اعتبار أن هذا القضايا هي من شأن المرجعات الدينية، ولكن نعتقد ونجزم بأن البيئة العراقية بنظام السياسي الحالي هو من أعطى فرصة آمنة وممر آمن للسفيرة الأمريكية ولأي دولة أن تتدخل بالملف العراقي. التدخل بالملف السياسي الأمني والاقتصادي لا شك سوف يتبعه تدخل بالملف الديني. نعتقد هناك عجز سياسي، هناك عجز حزبي، بالتالي أعطوا مجال ليس فقط للسفيرة الأمريكية وإنما جميع تلك القرارات الخارجية تتدخل بالملف العراقي، والدول التي تعمل على أن تتدخل بالملف العراقي دينيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا لا شك هي تعتبر طريقة لأن تثبت وجودها وتوصل رسالة بأن الملف العراقي هو يعنى من قبل قرار خارج عراقي. نعتقد القرار الخارجي لا شك مثل ما أسلفت هشاشة النظام السياسي وهشاشة القرار الوطن العراقي هو من أعطى مجال للسفير الأمريكي أن تدخل في هذا الملف. وأيضا لا ننسى أيضا مثل ما أسلفت أن الديمقراطية المفرطة التي تتواجد في العراق أيضا أباحت للمنظمات العالمية والمؤسسات وحتى للشخصيات المدنية أن تتدخل بهذا الملف العراقي، على اعتبار أن لربما هناك تيار مدني قد يعاني من اضطهاد، على اعتبار أن اليوم التوجه في العراق هو في بعض الأحيان توجه ديني توجه علماني. لحد هذه اللحظة لا يوجد في العراق منظومة متكاملة، هناك تناقضات، التيار المدني يرفض التوجه الديني والتوجه الديني أيضا يرفض التوجه المدني، التوجه الديني في داخله أيضا يعاني من اختلافات. بالتالي مثل ما أسلفت هناك هشاشة تنطلق من مستوى سلوكيات المواطن إلى مستوى سلوكيات النظام السياسي. أعتقد هذا الانفكاك السياسي وهذا عدم الانسجام هو من أعطى مجال وبيئة آمنة وممر آمن لتلك التدخلات أن تكون حاضرة. تمام. أستاذ حسين شنو رأيك بهذا الكلام؟ يعني التوجه الطاغي هو توجه إسلامي بالعراق، وبالتالي ذول الناس يحاولون في أي طريقة يوصلون أصواتهم بأي طريقة، بالمعارضة بالاختلاف بكل شيء. يعني احنا اسمح لي اولا لا نستطيع ان نقول في العراق انه هنالك دوله دينيه بالمعنى الديني سواء كان على النظريه السنيه او على النظريه الشيعيه، وانما هنالك دوله توافقت على دستور معين هذا الدستور هو الحاكم. زين. يعني لا نستطيع، لكنه لا ننكر حقيقه انه الغالبيه العظمى من الشعب العراقي ولعله بنسبه 95% يشكل المسلمين من العراق. زين. لا ننكر هذه الحقيقه، لكن اليوم احنا يجب ان تكون مرجعيتنا لاختلافنا في وجهات النظر يكون مرجعيتنا الدستور. الدستور يتحدث
في مادته الأولى بعدم إمكانية تشريع قانون يخالف ثوابت أحكام الدين الإسلامي زي. ويتحدث في المادة 17 منه على الخصوصية الشخصية للأفراد مكفولة، الخصوصية الشخصية، الحق الشخصي للأفراد مكفول في المادة 17 من الدستور. ومن أبرز مظاهر الحقوق الشخصية هي علاقتي الأسرية. علاقتي الأسرية مو حق عام وإنما حق شخصي، أنا أريد أتزوج وفقا لعقيدتي الدينية وأريد مشاكل الزوجية تعالج وفقا لعقيدتي الدينية، وهذا ما عليه سائر الطوائف والملل الأخرى من غير المسلمين. يعني اليوم إحنا قانون 188 اللي البعض يعتبره قدس في الأقداس، المسيحيين ما مشمولين به، تلاحظوا ياي، يزيديين ما مشمولين به، الصابئة ما مشمولين به، اليهود إن كان عندنا يهود ما مشمولين به، عندهم قوانينهم الدينية، يعني نلجأ إلى شريعتهم في تنظيم أحوالهم الشخصية. طيب مهندس جاي نسمع أصوات إنه اليوم راح يصير هتك لحرم الوحدة الوطنية ولعرى عجيب هالمبالغة هذا. أنا حياتي الخاصة وحياتي الشخصية توجد انتهاك للوحدة الوطنية، هذه مع الشديد للأسف ترهات ومواقف مع الأسف الشديد، يعني تخلينا نقف طويلا وكثيرا أمام هذه الأفكار وهذه المتبينات. إحنا اليوم أمام مفترق ومرحلة مهمة جدا بإثبات الهوية الدينية للأسرة العراقية زين. نريد أن نحافظ على وحدة هذه الأسرة وتسير أمورها وفقا لعقيدتها الدينية ومتبنياتها الفكرية والثقافية الشخصية، ونحفظ للآخر. اللي ما يريد الشريعة الإسلامية خليه على صفحة، اللي ما يريد الشريعة الإسلامية خليه على صفحة، قانونك باقي، قانون 188 اللي البعض يعتبره هذا القانون عجيبة، سمعت أفكار لا نظير لها، لا نظير لها في العراق، يعني في الترهات وتضليل وأكاذيب مما سمعته، أن القانون هو الأفضل، القانون ليس الأفضل. أنا قانوني هسه أوصف لك وأعطيك فد 4-5 شواهد من القانون، قصدك القديم قانون 108 مو القديم، هو نافذ وراح يبقى نافذ. أعرف من 108 في قانون 188 هنالك مادة اسمها مادة الحضانة، هذه المادة اللي هي مادة 57 ما موجودة حتى في أوروبا، حتى في أمريكا ما موجودة زين. يعني بهذه الفكرة أنه الأبناء أو الأولاد حق مطلق بنسبة 100% والأب إلى حق يشوفهم بالشهر حق ساعتين، حق مطلق قصدك للمرأة، للمرأة حق مطلق 100% والأب إلى حق يشوفهم بالشهر ساعتين باتحاد النساء زين. على القانون النص بالشهر ساعتين. هذه الحالة لو تروح لألمانيا لبريطانيا لأمريكا ما تلقاها موجودة هيك. الأبناء حضانة مشتركة، الحضانة مشتركة يعني يعتبرون في أغلب الدول المتطورة حضانة مشتركة، هاي وحدة. اثنين في قانون 188 الزواج بالإكراه مشروع، مشروع مشروع الزواج بالإكراه، لكن في الشريعة الإسلامية جريمة جريمة. الشريعة الإسلامية شيعة وسنة، نتحدث الشريعة الإسلامية زين، الزواج بالإكراه جريمة يعاقب عليها الجنات سواء كان اللي متزوج. هذا قال مادة 9 يرجع عليه يقول الزواج بالإكراه كذا، جبروا امرأة على الزواج وتحقق الدخول يصبح الزواج شرعي. هاي هذا 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 بمعنى من المعاني اختصاب، بمعنى من المعاني احنا جاي نضفي القانونية. لا لا فقها شلون يتعاملوا اياها؟ جريمة، جريمة اعتبرت جريمة، يعني تعتبر حرام عليه. جريمة، جريمة يعتبر جريمة. هذا الزواج بالإكراه جريمة، في القانون يعتبره مشروع، هل يعتبرون قانون طبعا مفعلي؟ حتى اللي يزوج قاصر يجي ويحكمونه وينطينا 200 ألف ويروح وتمشي الأمور. خلنا أكملك، خلنا أكملك. في القانون 188 في بعض موارد، في بعض موارده مخالفة في مواضيع الإرث، في مواضيع الإرث في مثلا بنت وحيدة لأبوها، هاي البنت إذا والدها توفى ما ترثهم بشكل مطلق، يشاركون عمامها زين، عمامها يشاركونها بالإرث، وهذا عندنا احنا بمخالفة للشريعة الإسلامية. في بعض موارد النفقة اللي يعتبرونه قانون يحفظ حقوق المرأة، في موارد كثيرة، في موارد كثيرة في الطلاق التعسفي، في طلاق الناشز، في حينما يترك الزوج زوجته ويهجرها لسنوات متعددة، النفقة ما تتعلق بذمة الزوج بقانون 188. قانون بالشريعة الإسلامية لو الدولة تنفق عليها، لو هي تستدين ويتحول هذا الدين بذمة الزوج، لو كان 100 سنة، لو كان 50 سنة، لو كان 20 سنة، واضح الفكرة عندك؟ لكن في القانون لا، إذا قامت الدعوة لها سنة فقط،
فقط الهسنة. في موارد كثيرة تظلم المرأة بنفقتها وتظلم المرأة في مهرها، يسقط المهر بالنشوز، احنا عندنا المهر ما يسقط بالنشوز شرعا. فيتحدثون عن قانون مثالي وفيه فيه ظلم وبخس فاحش للمرأة، لحقوق المرأة، حينما القانون يصور الزواج الثاني جريمة. هذا مو ظلم للمرأة، ليش هي المرأة بس المتزوجة مرأة؟ ليش هاي المطلقة والأرملة وين تطوجها؟ أنا أسأل سؤال اليوم، اللي أنت وأنا وجناء، أي ولد شاب متزوج، حتى لو متزوج ليه الزوج الثاني يفضل الباكر مثلا؟ زين، تفضل ما متزوج، عفوا، يفضل الباكر، يتزوج باكر، ما يتزوج لا أرملة ولا مطلقة. طيب ذني إذا ماكو زواج باثنين أو ثلاثة، منو يتزوجهم؟ هذا مو ذني، مو نساء، هذا مو ظلم للمرأة؟ لو مو ظلم ذني، مو راح تنظلم لو لا. اليوم احنا خواتنا عتن عفة وحياة، اقعد ويا اي امرأة مطلقة او ارملة، قلت ترضين بزواج ثاني ثالث رابع؟ تقول لك ارضى بالثالث وبالرابع، اريد استقر، اريد لي حياة زوجية، اريد لي حمى الي، اريد واحد يسترني، استرد علي رحم الله والديه. فزين هذا القانون من يصور الزواج بثانية او ثالثة جريمة، مو ظلم للمرأة؟ هو بعض الاحيان احنا ينظرون للمرأة انه فقط المرأة المتزوجة، هاي المتزوجة كونها، طيب مو المرأة ممكن تكون مطلقة، ممكن تكون أرملة. فمحل الشاهد قانون 188 الذي يعتبرونه قانونا مثاليا في ظلم فاحش للمرأة. تمام أستاذ عزام، ليس هنالك نقاش وتوضيح للنساء بهذه الجرائم. واضح أستاذ عزام، حال الموضوع إلى المرجعيات الدينية فقط، مع وجود يعني كيف يمرر ممكن القانون فقط شيعيا يمرر بالأولي؟ لا عزيزي، احنا عندنا مجلس علمي في ديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف الشيعي مؤسسة حكومية ذات بعد ديني. طب هذا بالوقف الشيعي، خلنا نكمله. وفي عسى اطلع لك كتاب المجمع الفقهي في ديوان الوقف السني، المجمع الفقهي حينما سألناهم على بعض التشريعات في قانون الأحوال الشخصية، جاوبونا بشكل واضح. ايش قالوا لكم؟ انه هذه قوانين مخالفة للشريعة. تمام، بس قانون اللي ترشح ترشح للإعلام خطباء هاجموا التعديل. عزيزي عدنا احنا بعض رجال الدين وين كان يلبس زي ديني علماني، ما له علاقة، شو له دخل زي ديني؟ مو معناته هذا زين، ما له علاقة يعني الرئيس الرأي الرسمي للمذهب، خلينا نقول يعني ما ادري الحنفي منه، لا المجمع. احنا اليوم امامنا عندنا مرجعيات دينيه، والمرجعيات الدينيه رسائلها العمليه مطبوعه وواضحه جدا، وبياناتها من 59 لليوم بشكل واضح. هذا بالنسبه للمرجع الشيعي. وعندنا المجمع الفقهي اللي موجود في الوقف السني والموجود فيه الامام ابو حنيفه، ممكن الرجوع له، وانا عندي كتابين رسميات منه زين، ما حافظ النسخ مرتين بالموبايل عندي، اذا تريد اطلع لك اياها يعني. تمام، فيما يخص اتذكر العنف الاسري سالت عنه، وفيما يخص المادة 57 في قانون الأحوال الشخصية رقم 188. تمام، هذا دينيا، سياسيا شنو؟ لا، هو هنا هي المسألة ممزوجة، لأنه اليوم احنا عندنا السلطة التشريعية البرلمان، والبرلمان في نسبة كبيرة وشريعة، مو نسبة، تقريبا أغلبهم يعني مو فقهاء يعني. هذه المسألة اليوم احنا يجينا مشروع قانون، يسمون البعض هواي تروح على المختص، كأنما احنا جايين يعني ما أعرف من القمر، ما أعرف، البعض يطلق فد كلام عجيب غريب يعني. احنا اليوم نتحدث مثلا اذا نريد نعد احوال شخصيه للاخوه المسيحيين، زين الله عليك، احنا المسلمين نكتب لهم؟ لا طبعا، جيب المسيحي وتجيب قساوسه والرهبان المسيحيين يكتبون. اليوم نريد نكتب قانون احوال شخصيه للصبه، احنا نكتبه، انا مسلم ما اعرف شيء عن الصبه. تمام، واضحه الفكره، بس وضحت الفكره. وين كان؟ بس هذا ما تدخل به قضايا سياسيه. الان المطلب الاول للكتل السياسيه السنيه هو قانون العفو العام. يجوز حضرتك ما مرت عليك انه مشوا قانون الاحوال الشخصيه مقابل العفو العام، بس هذا تصريحات اكو. لا انا اكو هواي قاعد يقول لك يا اما تمشوا لي هذا امشي لك هذا. الاعلام لغط كثير وكلام كثير، انا لي علاقه بالمواقف الرسميه، المواقف الرسميه وللقوى السياسيه المعتبره المحترمه والنواب الموجودين في البرلمان. ما هذا الموضوع، احنا اليوم نشرع قانون الاحوال الشخصيه، ونشرع قانون للتنميه، ونشرع تشريعات، عمل برلماني مستمر، ماكو ربط بين هذا وذاك على الاطلاق، ماكو علاقه. تمام. ولا الناس هواي هم اليوم يقولون خلينا نكافح الفساد يلا نحرر، شو العلاقه هذه بهذه يعني؟
اليوم احنا نقعد لنا بجلسه ساعتين زمان نشرع القانون انه يظل نكافح الفساد. هذا يشتغل هذا يشتغل شيء وهذا يعني هذا خلط بالمواضيع. يعني الحياه مفاصلها هواي استاذ عزام. لا طبعا لا هذا الشيء وهذا الشيء ما حد يشاهد. لا حتى تكون الفكره الاخيره واضحه. المجمع الفقهي المجمع العلمي الفقهي في ديوان الوقف السني هو المعني وفيه فقهاء موجودين للوقف السنه وهو مع التعديل باعداد المدونه وهو مع التعديل طبعا مع التعديل. مستحيل اني اللي انه هناك خالفون دينهم وعقيدتهم مستحيل يا عزيزي. قانون 188 باجماع الامه الاسلاميه مخالف للشريعه الاسلاميه نقطه راس سطر. تمام استاذ عزام. والمجمع العلمي في الديوان الوقف الشيعي معني باعداد المدونه الشيعيه. تمام استاذ عزام. احنا ندري بالقوانين شيء مقابل شيء في مجلس النواب. احنا ما عندنا شيء ما مقابل شيء بالتوافق. امشي لك هذا تمشي لي هذا. هل اشترط انه قانون العفو العام مقابل الاحوال الشخصيه؟ لا يعني مش قانون العفو العام يعني هذا مش تم تقديمه منذ فترات برلمانية أكثر من دورة بضرورة أن يكون هناك قانون العفو العام. بالتالي أعتقد اشتراط أن يمرر قانون تعديل الأحوال الشخصية مقابل قانون العفو العام نعتقد هذا الموضوع لربما بعيد عن الواقع على اعتبار لا يمكن القبول بقانون الأحوال الشخصية وينتج عنه إلحاق ضرر كبير في البيت السني افتراضا مقابل أن يمر قانون العفو. وبالتالي ماذا عملنا؟ نحن مع أن يكون هناك تمرير لقانون يتلائم مع حاجات المجتمع يتلائم مع رغبات المجتمع يتلائم مع سلوكيات وطبيعة الفكرة الدينية التي تبناها المكون السني افتراضا. وبالتالي أعتقد لا توجد علاقة. لكن ربما قد يحدث اتفاق سياسي من أجل تمرير تلك القوانين بسلة واحدة. ولكن هذا لا يعني بأن لا يمكن تمرير قانون العفو ما لم يتم تمرير قانون الأحوال الشخصية أو تمرير قانون الأحوال الشخصية ما لم يتم تمرير قانون العفو العام. ولكن جرت العادة في العراق بأن كل القوانين عندما تمرر بسلة واحدة. لكن مثل ما أسلفت قانون الأحوال الشخصية هو يرتبط بالشارع وبالمكون السني. وبالتالي هناك جهة تمثل مجمع الفقه السني هو المعني بتقديم ورقة التعديل. بالتالي تذهب إلى إجراء تلك التعديلات. ولكن لا يمكن أن تم ربطها بقانون العفو. وأيضا قرار السياسي الشيعي هو قادر على تمرير وتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالبيت الشيعي لربما بدون أن يكون بحاجة إلى النواب أو القرار السياسي السني على اعتبار أنه مستغن تحقيق النصف زائد واحد. لكن مثلما أسلفت جرت العادة أن تمر تلك القوانين بسلة واحدة حتى يخرجوا من جدلية عدم الانسجام وعدم التفاهم. وبالتالي أيضا تعتبر فرصة جيدة من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر منجز وطني يتمثل بضرورة تمشية القوانين المعطلة ويخلص وأيضا ينتهي من مسألة حالة الانسداد التي تتعلق ببعض القوانين. تمام. بس يعني أكو اعتراضات مستمرة على قانون العفو العام الآن. شعبيا أكو اعتراضات، سياسيا أكو اعتراضات. يعني خلينا نتفق قانون العفو العام تحديدا هو يتعلق بالبيت السني وايضا هو لربما التيار الصدري قد يكون شريك في قانون العفو العام. بالتالي قانون العفو العام لا شك ينظر اليه من قبل الطرف الاخر خارج البيت السني بان من يسعى بان القرار السياسي السني عندما يسعى الى تشريع قانون العفو العام فبالتالي سوف يعمل على تقليص الإرهابيين والقتلة والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي وبجميع بيوتاتها. بالتالي هذه وجهة النظر التي يحتج بها الطرف الآخر إن كان الطرف الشيعي والكردي وحتى هناك لا تطرب ما أطراف سنية. نحن لسنا مع القتلة، نحن لسنا مع إطلاق سراح القتلة، لسنا مع إطلاق سراح المجرمين وحتى الإرهابيين. نحن مع أن يتم تشريع قانون العفو العام ويتناول الأشخاص الذين تم اتهامهم زورا وبهتانا وعن طريق المخبر السري ولم يرتكبوا أي جرائم. يعني ماذا شخص هو بريء لكن لكون أحد أفراد عائلته ينتمي مثلا إلى جهة إرهابية. نحن مع هذا القانون الذي يعمل على توفير بيئة آمنة ويحقق العدالة على اعتبار لا يمكن شلون نميز. سنرجع للجدلية نفسها هاي. شلون نميز بين واحد بالسجن تمام أستاذ عزام وجميع تمام شلون نميز بين اثنين حاكمهم نفس المؤسسة القضائية ان هناك
تمام، شلون نميز بين اثنين حاكمتهم نفس الأجهزة القضائية بنفس الإجراءات بنفس الإثباتات بنفس التفاصيل وحاكمينهم، شلون نميز هذا بريء وهذا مدان؟ احنا اذا نريد هسه بحياتنا الاعتيادية اذا نريد نميز البريء من المدان فنودي للقضاء، القضاء هو هذا شغلته يوضح لنا هذا مدان ويحكم عليه وهذا بريء ويطلق صراحة. زين بعد هذا كله شلون يبين عندنا احنا؟ قطع الاتصال مع الاستاذ عزام استاذ حسين، يعني هاي هم جدلية ثانية بالنسبة يعني للكتلة السياسية الشيعية شلون تنظر لقانون العفو العام؟ يعني هو الإشكالية قائمة. يعني احنا اليوم نتحدث، انا سمعت كثيرا من يعني المواقف السياسية تجاه موضوع قانون العفو، لكنه كأنما احنا ذاكرتنا ذاكرة سمك يعني يعني المشكلة انه احنا نسينا انه احنا بعام 2008 اصدرنا قانون عفو عام، وفي عام تعديل هذا تعديل خلنا نكمل لك، وفي عام 2016 اصدرنا قانون عفو عام ثاني ما شاء الله. اليوم الكلام عن المخبر السري وعن الطعن بالأحكام القضائية والطعن بالتحقيقات زين، كل هذه وعادة المحاكمة هاي الأفكار مجال نسمع بيها؟ كلها جاي نسمع بيها اليوم نسمع بيها. طيب هذه احنا ب 2018 سويناها، هاي شلون؟ أنا جاي أقول لك احنا ب 2018 هذه سويناها، نهاية بقيت اللجنة التي شكلت وفقا لقانون العفو العام لسنة 2016 يمكن رقمها 24 2016 بقت سنة كاملة من تاريخ نفاذ القانون العفو، يعني لما بعد على ما أتخطر بثلاثة أشهر أو أربعة لما بعد انتهاء العمليات التحرير، عمليات التحرير بقت ثلاثة أشهر أو أربعة ولعله استمرت إلى تسعة أشهر. سوت هاي اللجنة تستلق اليوم المحكوم المحكومين بقضايا إرهابية قدموا طلبات إعادة محاكمة كلهم وعيدت محاكمتهم جاي أقول لك يعني وينال إحنا اليوم الكلام كأنما يعني ليش قلت لك وجاي يشوف يعني الحوارات اللي موجودة بين برلمانيين وسياسيين تمام وكأنما إحنا اليوم أول قانون عفو عام بعد الفيوز قدموا كلهم يا عزيزي كلهم قدموا أول نقطة ضروري تكون واضحة، إحنا عملية التقاضي عندنا في العراق عملية عسيرة حتى يصدر الحكم، عملية التقاضي يجوز تبقى سنوات متعددة طبعاً حتى يصدق على الحكم بشكل نهائي. واضحة الفكرة؟ واضحة. ولا ننسى إحنا أمام يعني عمليات إرهابية لا نظير له في بغداد من 2004 تقريبا إلى حد 2011 يمكن في بغداد فقط يوميا من 20-30 عملية تفجير انتحارية وسيارة مفخخة. طيب هذه ماكو ناس كانت تقودها وتعملها وتنظمها وتديرها وكذا إلى آخره، والعمليات الإرهابية مال الدواعش وتنظيم القاعدة والبعثيين تحت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي استمرت إلى عام 2017، واضحة المسألة يعني مو مخفية. هذه العمليات كلها صدر قانون عفو عام 2016 وفتح وشكلت بموجبه لجنة تستلم طلبات إعادة تحقيق وإعادة محاكمة وطعن بالمخبر السري، واستمرت هذه اللجنة تستلم طلبات حتى عام 2018 سنة كاملة من تاريخ نفاذ القانون إلى طبعا. تقريب سنة كاملة. إيش صار يعني وليش هسه المطالبة؟ تخيل بس لا ما حتركز عمليات التحرير انتهت نهاية 2017 مو صحيح ولا لا؟ صحيح. اللجنة استمرت بعدها بأشهر تستلم طلبات. تمام، وشنو صار ولا الطلبات؟ هو جاي يقول صار عادة تحقيق وعادة محاكمة مجددا وغيره والموضوع منتهي يعني. وكناس طلعوا هسه أنا راح أجيك هذا موضوع آخر. مو إحنا نخشى من الغش والاحتيال التي تتواطأ به أطراف متعددة، ولا يروح ببالك إنه فقط أطراف سنية لا حتى أطراف شيعية يتواطؤون بالموضوع. قانون العفو العام لعام 2016 تم تزويره تم أنا هسه على الإعلام وجاي أقولها كنت نائب نزلت بها بيانات وطالب بالتحقيق، تم تزويره وبقى التزوير ما معدل وقالوا غلط هذا والله. شلون زوروا؟ إحنا أخطأنا وجدوا لهم فد لعبة معينة ما تخطرها بالدقة لكنه تم تزويره وبقى التزوير ما تصحح إلا بعد تسعة أشهر. نتيجة هذا التزوير إيش صار؟ طلعت ناس من السجون. انت ليش تستغرب يعني الفاسدين يا عزيزي بزمن لو غيرهم اسمح لي بزمن برهم الصالح بالعفو الخاص احد تجار المخدرات بصفقه سياسيه طلعوه بعفو خاص
وهو تاجر مخدرات والنص الدستوري يمنع إخراج مروجين مخدرات بالعفو الخاص. نص دستوري طلعوه هذا من السجن للمطار، تفهمني لولا له؟ خلال 10 ساعات طلع من أوروبا، بالزايد 10 ساعات، ورا 10 ساعات من انتشرت السالفة بالإعلام قالوا يا با هذا شلون طلعوا؟ قال ها والله يمكن أخطأنا وخلي نشكل لجنة نحقق. هو وين راح؟ راح بعد بلندن ولليوم ما رجع. واضحة الفكرة عندك ولا لا؟ تمام. الجماعة ليش خلنا نكمل لك اللي هو حصل اللي حصل اللي حصل. أنا أتمنى من البرلمان العراقي، أنا عندي القوائم مالحة، لأن أنا أشتغل يعني على اللي ما تسوي المؤسسات أسوي الروح أقلها أبري ذمتي وأكون على بينة من أمري. تمام. اطلعوا على قوائم العفو العام مال 2016. حيتان الفساد طلعت بقانون العفو العام، حيتان الفساد إرهابيين طلعوا بقانون العفو العام 2016. إعادة محاكمة للكل صارت، تفهمني؟ الحد 2018 جاي اقول لك ورا داعش. جاهز اشير يدوم به بالعفو العام بعد ما ادري يعني، يكون تسال المعنيين. تمام استاذ عزام، تسال المعنيين. خلينا اسال استاذ عزام طرف ثاني. استاذ عزام اسمك يعني سمعت الاستاذ حسين شو يقول لك؟ يقول لك هو ظل واحد ما طلع بذاك القانون العفو العام، حيتان الفساد طلعوا، الارهابيين طلعوا، ما اعرف وين طلعوا. زين الجماعة شو يسوون بعد بيل لو يريدون يفرغون السجن كلش ولا واحد يبقى من الجماعة؟ لا أشوف يعني حتى ونفترضنا أن هناك لربما غايات بس ما تفضل ذلك العزيز للتمرير أو إخراج بعض الشخصيات المتهمة بالفساد المتهمة بالأرهاب ولحسابات سياسية، والكل يعرف بأن العراق هو بلد غير مسيطر عليه أمنيا وحتى اقتصاديا وسياسيا وإداريا، وبالتالي إن كان هناك تدخل خارجي في الملف العراقي أيضا هناك تدخل محلي في الملف الأمني والإداري والاقتصادي، بالتالي مثل ما أسلفت هناك هشاشة في النظام السياسي. لكن عندما نرجع إلى قانون العفو العام، نحن نتفق ومع فكرة أن هناك كان هناك عملية ظلم واضطهاد لفئات كثيرة من الشباب. يقول لك مرتين إحنا سوينا قانون عفو عام وأعيدت المحاكمات وشكلت لجنة، معقولة باقي هذا لحد هاي اللحظة؟ شم مظلوم باقين إذا أكو مظلومين باقين؟ لو طلعوا المظلومين وخلوا المظلومين. يعني قلت لك لحد هذه اللحظة يعني لحد هذه اللحظة هناك إصرار من الجماهير ومن الأهالي بضرورة تشريع قانون العفو العام، بغض النظر عن الحساب القوى السياسية التي تسعى هي إلى تشريع قانون العفو العام. الضغط الجماهيري هو من يدفع القوى الأحزاب السياسية إلى تشريع قانون العفو العام، بالتالي هناك إرادة جماهيرية. تلك الإرادة الجماهيرية خلينا نفترض أنه لربما 20% أو 10% لربما تسعى إلى إخراج أبناء، لربما هم متهمين، لكن نحن نعول على القضاء العراقي بأن يعمل على فرزنة أو تفريد من هو متهم بالإرهاب فعلا وارتكب الجريمة وهناك شهود عليه، ومن هو يشك أنه ينتمي إلى الإرهاب أو اعتقل بطريقة عقائدية يعني اضطهد دينيا قوميا، ليس فقط في حتى في المناطق الشمالية الموصل وكركوك. الكل يعرف بأن منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة لربما هناك نظرة قومية نظرة عقائدية، أعتقد هذا هو المغزى الحقيقي. بالتالي علينا أن نتفق بأن هناك جزء كبير ويشكل الأغلب من قانون العفو العام ويتعلق بمصائر كثير من الشباب الأبرياء الذين تم اعتقالهم وإخفائهم لأسباب يعني كيدية ولأسباب لربما حتى سياسية. أنا جدا أشكرك أستاذ عزام الحمداني عضو تحالف العزم من كركوك، أيضا شكرا للأستاذ حسين العقابي النائب السابق والقيادي في كتلة النهج الوطني. شكرا أستاذ حسين، أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله. We'll be right back.